السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا كلنا اشتغلنا على الذكاء الاصطناعي، سواء شات جي بي تي او كوبايلوت او جيميناي، حاجة كتير جدا. طب ايه رأيك بقى لو سطبت الذكاء الاصطناعي عندك على الجهاز بتاعك؟ طيب ايه الميزة؟ الميزة الاولانية ان انت محتفظ بالداتا بتاعتك، بمعنى ان مفيش معلومات هتتسرب. يعني ممكن يكون في مثلا مشاريع، فانت لما ترفعها او تسأل فيها شات جي بي تي، هو ممكن يتعلم منها ويتدرب عليها وياخد المعلومات دي يجاوب على اي شخص يساله السؤال دوت. يعني كانت في احدى الشركات عندها لسه اختراع ولسه ما طرحتوش في السوق، وبدات ترفعه على شات جي بي تي عشان تسال، فوجئت ان المعلومات اتسربت. فلو انت على الجهاز عندك، لا، المعلومات ان شاء الله مش هتكون فيها اي تسريب ولا حاجه خالص. وبعدين تقدر تساله عدد لا نهائي، يعني مش هيجي بعد فتره ويقول لك لا، كميه الاسئله خلصت، لا، مفتوحه معاك تشتغل بيها زي ما انت عايز. وبعدين هو الجهاز بتاعك، فحاجة مضمونة يعني. طيب في أكتر من حاجة بتحل الموضوع دوت، وكلهم سهلين جدا، وأسيب لكم فيديو بيشرح إزاي تسطب بالحاجات دي، مجرد نكست وخلاص. عندنا ال ام ستوديو، تمام، ده برضو بتروح مسطبه سواء عندك ماكنتوش، ويندوز، لينكس. وهتلاقي واحد برضو اسمه جان دوت اي اي، بتسطب برضو تقدر تسأله أسئلة أنت عايزها. وعندنا بينوكيو، انا التلاتة مسطبهم، كل واحد فيهم مسطب عليه ذكاء اصطناعي مختلف، تمام، بنوكيو، وعندنا ال ام ستوديو، وعندنا جان. سألته مثلا عن بعض الاسئلة وجاوب عليها بشكل كويس. جان لما بتيجي هنا في الهب بتلاقي حاجات كتيرة جدا، بيقولك تقدر تعمل داونلود، تقدر تسطب اي حاجة انت عايزها، ولو في حاجة مش موافقة للجهاز بتاعك بيقولك خلي بالك ان هو هيبقى بطيء على الجهاز بتاعك. وهنا مثلا قال لي مفيش رامات كفايه، تمام. انا سطبت هنا مثلا اللي هو اللام كورن اهوت، ممكن اقول له يوز فيبدا يفتحه لي. ممكن اسطب كذا ذكاء اصطناعي، يعني ممكن تسطب كذا واحد وكل واحد تساله الاسئله وتشوف الاجابات وتختار الاجابه اللي انت عايزها. وهنا تقدر تبدل لو عندك اكتر من حاجه، فبيقول انت ممكن تسطب كوهير برضو من الحاجات القويه. في حاجات بفلوس وحاجات ببلاش، تقريبا 99% من الحاجات ببلاش، لكن في بعض الحاجات مش بتدفع فلوس عشان تسطبها، لكن بتدفع فلوس عشان تستخدمها. يعني لازم يكون لك حساب على الحاجة ديت، زي جورك مثلا، تمام. ده لما تيجي تسطبه هيقول لك ايه، انت لازم تربط نفسك بالإصدار اللي هناك، تمام. هتاخد رقم مثلا، فيبقى عارف ان انت الأسئلة دي بفلوس مثلا، ماشي. ده مجاني، فتقدر تختار زي ما انت عايز، ماشي. يقول لك ان انت سطبه، هتربطه اي بي اي، فتقدر تسأل بقى زي ما انت عايز. ممكن اقول له ماي موديل، فيبدأ يفتح لي الحاجات الخاصة بيا، يقول له هنا يوز، فيبدأ يفتح لي. اسأل اي سؤال هو يبدأ ان هو يجاوب عليه. طبعا في حاجات بيتكلم عربي وكلام بانجليزي، هو بيفهم الاتنين يعني. Tell me about Islam. نفضل وراه لحد ما يعلن الشهادة إن شاء الله، ماشي. بيقول لي دي الديانة بتاعت إحدى الدول، وحاجات الدول اللي بتدين الإسلام، السعودية وهكذا، عدد المؤمنين بيها وكل حاجة. فبدأ يجاوب كأنك دخلت على الذكاء الصناعي وبدأ إن هو يديك الإجابة بتاعتك، ماشي. طيب خلينا نشوف مثلا ال ام. لو انت عايز تسطب ال ام، هنا هتلاقي هنا الماي مودلز بتاعتك اللي انت مسطبها. انا مسطب اهوت واحد بس، ك يعني عشان اشرح عليه او عشان كذا، لكن انت في اي لحظه تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اسطب حاجه معينه، ده ده ده. تقدر تعمل سيرش، هتفاجئ بكميه الحاجات اللي موجوده. هو رابط نفسه ب بالموقع زي هاجنج فيس، بحيث ان اي موديل بينزل جديد من حقك ان انت تسطبه. كل موديل اهو بيبدا يجيب لي المعلومات عنه. طب اسطبه ازاي؟ يعني انا سطبت واحد عندي، سطبته ازاي؟ قلت له اعمل لي داونلود، تمام. في حاجات بتبقى 4 جيجا وفي حاجات بتبقى 30 جيجا، ماشي. ده مثلا 20 جيجا اهوت، ماشي. وتقدر تعدل الاعداد بتاعتك لو انت عايز. فبيقول لي في حاجات اقوى بس الجهاز بتاعك مش هيستحملها يعني. هتنزل 7 جيجا مثلا اهو، ده مثلا 50 جيجا،
هو بينبهك ان انت لو سطبته هيبقى صعب جدا عليك ان انت تستخدمه. ماي موديل ده الموديل اللي انا شغال عليه، هتقدر بقى ان انت تقول له اوبن فايل اكسبلورر، افتحه، عايز افتحه على الهاجنج فيس، كوبي موديل الباص، تفتح الباص بتاعك، عايز تاخد معلومات عنه، عايز تعمل ايديت لي الموديل، ممكن تقول له افتح لي الموديل اهو، تبدأ تسأله. وهنا بيقول لك انت عايز تبقى يوزر عادي، باور يوزر، عايز اختيارات اكتر، ديفلوبر، لا انا مبرمج وعايز بقى ايه اتكلمك بقى بالسي شارب والجافا والحاجات دي كلها. ماشي، برضو اي سؤال هسأله هنا عربي او انجليزي يعني بيحاول يجاوب. مثلا صباح الخير، ما أهم الأماكن السياحية في قطر مثلا؟ ملحقتش أكتب بتاع. طيب هيبدأ بقى يجيب لك الأماكن الموجودة. طيب ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل شات جديد، وتساله اي سؤال تاني، مثلا ما اهم الاثار بمصر مثلا. هو لان الداتا لها اكتر بالانجليزي فراح داخل في الانجليزي. ممكن تقول له ترجم لي او تاخد الكلام تترجمه، مفيش مشكله. المهم ان الفكره كلها ان انت يبقى عندك الذكاء الاصطناعي بتاعك على الجهاز، بحيث ممكن بعد كده تربطه مثلا بالكمبيوترات اللي موجوده على الشبكه، بحيث ان اي حد يسال تجيله الاجابه من الحاجات اللي انت مدرب عليها الذكاء الصناعي اللي انت مشرسه عليها او مدربه عليها. فمثلا ممكن تدربه مثلا على البي ام بي مثلا، وهكذا. اتمنى ان شاء الله الموضوع يكون ظريف ويعجبكم باذن الله.